اللي هي وصفه لذيذه جدا، هي كيكه بينا كولادا. الوصفه دي علشان نعملها عايزين 2 كوباية دقيق، 1 كوباية سكر، 1 كوباية زيت، 4 بيض، فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، و2 كوباية اناناس مقطع، و1 كوباية من جوز الهند. هنحط اول حاجه الزيت والسكر مع بعض، هسيبهم بقى دلوقتي يختلطوا على ما نشوف معاكم المقادير اللي هنحطها فوق الكيكه. عندنا 200 جرام جبنه كريمي، 1/3 كوباية سكر، 1/2 كوب كريمه، وعندنا جوز هند محمص. دي المقادير اللي هنحطها فوق وش الكيكه بتاعتنا. ومعاها طبعا الفانيليا. هناخد دلوقتي بقى البيكنج باودر اللي عندنا اللي هو معلقه صغيره، والبيكنج صودا، وهنحطهم مع الدقيق وهنخلطهم. هنحط الاناناس وهنحط جوز الهند وهنقلبهم مع بعض. هناخد دلوقتي الكيكه بتاعتنا هنحطها في القالب، ممكن تحطوها في قالب طويل زي ما انا عامله او في قالب مدور زي ما تحبوا، وهندخلها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد تقريبا 40 دقيقه على ما تستوي. دلوقتي هنعمل التوبينج بتاع الكيكه بتاعتنا، كيكه البينا كولادا. هنحط الجبنه، وزي ما قلنا لازم نكون مطلعينها قبل بساعه من تقريبا من ما هنشتغل فيها. هنحط معاها السكر، وهنحط الكريمه